السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على موقع جميل جدا للغاية. هذا الموقع هو موقع فوتوفانيا، وهو يقدم لنا خدمة وضع تأثيرات على الصور، وكما أنه سيغنينا تماما عن استخدام الفوتوشوب في التعامل مع الصور. كما نلاحظ هنا يعطينا من العديد من التأثيرات التي يمكننا أن نطبقها على صورنا، وذلك بطريقة سهلة جدا وبسيطة للغاية. فمثلا يكفي أن نختار التأثير الذي نود، مثلا نختار هذا التأثير، ثم نقوم بالضغط على هذا الزر شوز فوتو من أجل اختيار الصورة الذي نود من هذا الموقع أن يقوم بتطبيق التأثير عليها. نضغط على براوز، سيعطينا نافذة نقوم فيها باختيار الصورة التي كما قلت سابقا نود أن يتم تطبيق هذا التأثير عليها. ننتظر قليلا حتى يتم تحميل الصورة. ها هي دي الصورة، قد تم تحميلها. نقوم يعني يعطينا هنا اختيار المنطقة التي نود يعني أن يتم وضع هذا التأثير عليها، يعني يمكننا اختيار الوجه فقط أو الجسم كامل، يبقى الاختيار لنا. نضغط على زر أوكي، وبعد أن قمنا باختيار الصورة يمكننا كذلك أن نضيف نص إلى هذه الصورة كما نشاء، يعني يمكننا كتابة النص الذي نريده، ثم نضغط على زر جو وننتظر قليلا حتى يقوم هذا الموقع بتنفيذ التأثيرات على هذه الصورة. ومن أجل حفظ هذه الصورة يكفي أن نضغط على زر سيف ونختار الجودة التي نريد، ثم نقوم بتحميل هذه الصورة، يعني هي بعد أن قمنا بتحميلها. كما نلاحظ أن هذا الموقع يعطينا العديد العديد جدا من التأثيرات. فمثلا إن أردنا أن نضيف إلى صورتنا إطار، يعني مجموعة من الإطارات الجميلة، أو أردنا أن نضع فلتر على الصورة، يعني يكفي فقط الضغط على التأثير الذي نريد. يعني كما نلاحظ العديد من التأثيرات الجميلة جدا لهذا الموقع، والتي حتما ستغنيك عن استخدام الفوتوشوب في التعامل مع الصور. في الختام أتمنى أن يعجبكم هذا الموقع وأن يعجبكم الشرح، ولا تنسوا أن تدعمونا عن طريق الضغط على سبسكرايب للقناة ولايك لهذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.